تفسير سورة بقرة. سورة البقرة مدنية مدينة بوتي آيات دبلا ما في سدت مجاه يمكن مو سدت مي ترب في كيسا قبدي. بسم الله الرحمن الرحيم معنا بسم الله أكما سورة فاتحة كيسد برسني حال ما قرب بيتين قرقر صفتات هنجل قبا يمكن مو حال ما قرب بيتين صحبات هنجل قبا يمكن مو حال ما قرب بيتين بركة بربادات هنجل قبا جتون ألف لام ميم كوبين تنيني جل قبا سورة كم بوتو ألف لام ميم ألف لام راء حاميم كبيوان أكناكونيني الله أعلم بمراده بذلك وان اتفيد إرب ماتو بيكا جداني برا دربتو إرقاردا وهو طريق السلف وري علمائين سلف علي أكن متفسرني برا دربني إعجازف ربين حروف أكناك نبوس يجتول ذلك الكتاب كتابني صدركاني سأجي فقاتا تهسوني قرآن قرآني صدركاني سأجي فقاتا تهسوني لا ريب فيه شكيت كل يفكيسا هنكبو إني رب الرابو كيستي هدى إنك أجيلوما كهويو هدى إنك أجيل شرا للمتقين والرب صداتو الذين يؤمنون بالغيب متقطون سني والرغيبة أمناني غيبة جتون مغابة عن الحواس وان ميركينا برقو هندن ديني وان أكا جنة عذابة بعسيرة وان إجانرقو هندن ديني وان قرآن هندن وان أركان ككبو هندن ديني وان قام ميركينا برقو هندن ديني غيبة جران متقطون كافمن هنجرا إرغجران إتي أمنان جنة في عذابن هنجرا إرغجرامي أكسمة تعمل ملئ كان قام ميراتين برغاني ان ارجين يجو كانت غيبا جرم انسان سن غيبت كامنا ويقيمون الصلاه صلاتس كان ابا يرو يسجدن يجو يرون يجتين هو سن صف برات ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ورين صلاه صلاه خير الردبرسن سن ورى قطاتك ابو جچو ومما رزقناهم ينفقون غريبا نساني كن رامو خير كيستي كن كنتن من نسيب بعضيال غري يجو والذين يؤمنون متقون أما اللي ورى أمنني بما أنزل إليك قرآن ستبو فمكانتك أمنا يا محمد وما أنزل من قبلك كتاب كان دربو فمت الليك أمنا كانك توراة إنجيل زبور وبالآخرة هم يوقنون قياك إيامات اللي يكينا كأمنا جتشور أولئك أمنك كسيسني على هدى كأجل مرجرا من ربهم ربي سانير وأولئك هم المفلحون إسان خفلوا الآجل ربي.